نكمل طبعا جولتنا في المنطقة الخضراء، ولكن دلوقتي هنروح نشوف جناح هيئة الرعاية الصحية الموجود هنا في المنطقة الخضراء في شرم الشيخ. طبعا مزود بكل المستلزمات وكل المعدات والعنصر البشري الكفء والمدرب على التعامل مع الطوارئ، والحمد لله يعني ما فيش طوارئ، لكن في حال وجود أي حالة بتحتاج رعاية خاصة هيئة الرعاية الصحية بتقدم هذه الخدمة. حتى الناس بتمر باستمرار كده لقياس العلامات الحيوية بالنسبة لهم والاطمئنان بشكل عام على صحتهم على معدل ضربات القلب وخلافه. هنروح دلوقتي نشوف جناح هيئة الرعاية الصحية الموجود في المنطقة الخضراء ونرجع نكمل تغطيتنا مع حضراتكم. خلال جولتنا المستمرة في المنطقة الخضراء في كاب 27، الحقيقة انه في اماكن كتيرة جدا فيها فعاليات النهاردة، سواء الخاصة بمنتدى شباب العالم او حتى الخاصة بجناح الوزارات المختلفة. من ضمن الجزء الخاص بجناح الوزارات هي هيئة الرعاية الصحية. الحقيقة ان احنا واحنا في هيئة الرعاية الصحية قابلنا دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال جولة بيتفقد فيها هيئة الرعاية الصحية، وتفقد كمان الاوضاع الصحية داخل الجرين زون. دلوقتي هنتعرف منه اكتر على الاوضاع هنا في الجرين زون. دكتور خالد برحب بحضرتك يا فندم، وبنتكلم على يعني موضوع مختلف وفريد من نوعه، هيئه الرعايه الصحيه، وفي كمان اليات متطوره زي الروبوتس كمان موجوده هنا في كاب 27. ما الرساله اللي نرسلها للعالم من هنا؟ يعني هي مصر بتلتزم ببعض الاجراءات الخاصه بالتغير المناخي او معامله التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونيه وجعل ممارساتنا اليوميه صديقه للبيئه، وده شيء مهم جدا، وبنتمنى ان كل دول العالم تبتدي ان يبقى عندها نفس النوع من انواع الالتزام عشان يبقى في تطبيق حقيقي لفكره المشروع الخاص بالتغيرات المناخيه. هيئة العامة للرعاية الصحية الحقيقة من الهيئات المسؤولة عن مستشفى شرم الشيخ او جنوب سيناء بشكل عام، بما ان دي محافظة من المحافظات اللي هي دخلت في منظومة التأمين الصحي من ضمن المرحلة الأولى. فكانت فرصة كويسة قوي ان احنا من خلال تنظيم المؤتمر في شرم الشيخ ان احنا ايضا نبتدي نرفع كفاءة المستشفى ونحول مستشفى شرم الشيخ الدولي الى مستشفى صديقة للبيئة. يمكن انت سمعت معانا ان هناك اجراءات تم اتخاذها حتى تستطيع انك انت تحقق المعايير الدولية للمستشفيات اللي هي يطلق عليها مستشفى صديقة للبيئة او ايكو فريندلي هوسبيتال، وده تم بالفعل. الجديد اللي احنا بنحاول نلتزم بيه ان شاء الله ان احنا المشروع اللي تم في هذه المستشفى يكون مشروع يقدر نطبقه في كثير من المستشفيات، سواء المستشفيات القائمه بالفعل او مستشفى من المستشفيات اللي احنا بننشئها بشكل جديد. لو عملنا كده والتخلص الامن من النفايات واستخدام الطاقه الجديده والمتجدده في كل شيء، البعد عن استخدام اي شيء بلاستيك، كل ده بيؤدي الى يعني تقليل الانبعاثات الكربونيه او ان احنا نوصل للنت زيرو اللي هو المستهدف فيه. فده جزء هام جدا من واجبات وزاره الصحه والسكان في خلال تفاعلها مع المشروع ومع الاتجاه العالمي للتغيرات المناخيه. احنا كشركه شغاله في مجال الروبوتكس يمكن اغلب شغلها كان الفتره اللي فاتت دي كلها بره مصر، ووجودنا دلوقتي جوه مصر كان بخلال البارتنرشيب الاستراتيجيه مع هيئه الرعايه الصحيه، وبدايه بمستشفى شرم الشيخ الدولي كاول مستشفى خضراء ذكيه في مصر وافريقيا. السوليوشنز اللي بنقدمها هي هدفها اصلا في جوه منظومه الرعايه الصحيه او المنظومه الصحيه كلها ان هي تسهل على البيشنت او المريض تعامله جوه المستشفى، وفي نفس الوقت تقل من الاضرار اللي وارد ان هي تحصل للستاف او للبيشن عن طريق نقل العجوى او حاجه ليها علاقه بالتلامس في فترات الاوبئه. يمكن دلوقتي المستشفى شرم الشيخ فيها ستاف من الروبوتس شغاله اون فيلد من اول استقبال المريض وتعريفه بالخدمات اللي موجوده جوه المستشفى وتسهيل عمليه التسجيل والريجستريشن بتاعه لدخوله للقسم والقسم اللي هو محتاج يشتغل فيه، مرورا بنقل العينات والمعدات الطبيه من اوض العمليات للمخازن او من زي ما احنا بنتكلم في المخزن اللي رايح للبيشنت روم. المنظومه دي كلها النهارده بتعمل شغاله بصوره اوتوماتيكيه جوه مستشفى شرم الشيخ، ده بالاضافه للروبوتس اللي ليها علاقه بالتعقيم. وهنا احنا
مزامنة مع كوب ومؤتمر المناخ، مركزين ان يكون عندنا حل للتعقيم يساعد على الحفاظ على البيئة، وهنا مستخدمين الأشعة فوق البنفسجية اللي الروبوتس بيشتغل بيها، ودي صديقة للبيئة أكتر وبتحد من تعامل استخدام الكيميكال ستوف اللي اوريدي، ده الحل التقليدي في التعقيم دلوقتي.